تسريبات حصلت عليها قناة بلقيس حول بنود مباحثات في الرياض بين الحوثيين ومسؤولين سعوديين. ما طبيعة هذه التفاهمات بين الحوثي والسعودية؟ ولماذا اتفق الطرفان على إزاحة هادي من المشهد؟ ومن هي الشرعية القادمة والسلطة البديلة؟ أهلا بكم. مباحثات سرية وعلى مستوى عال بين السعودية والحوثيين يلتقي فيها الطرفان بمعزل عن الشرعية من أجل إنهاء الحرب وطي صفحة هادي. هذه التفاهمات مستمرة على أكثر من صعيد، فزيارة نائب وزير الدفاع السعودي والمسؤول عن ملف الرياض خالد بن سلمان ملف اليمن عفوا خالد بن سلمان لسلطنة عمان ولقائه بقيادات حوثية تؤكد طبيعة هذه التفاهمات، لكن المستجد اليوم هو ما كشفه مصدر لقناة بلقيس حول بنود هذه التفاهمات والتي تتضمن إيقاف الحرب والاستغناء عن الدعم الإيراني مقابل دعم سعودي سخي، بالإضافة إلى الاتفاق على تأمين الحدود السعودية ووقف الاستهداف للداخل السعودي مقابل إيقاف الرياض قصف صنعاء وعدم استهداف القيادات الحوثية. الجانبان اتفقا على طي صفحة الرئيس هادي والتوافق على شكل السلطة المقبلة. وسط كل هذه المعطيات، ما هو موقف الشرعية من هذه التفاهمات؟ وهل باتت السعودية تسعى للخلاص وتوسيع اتفاق الرياض ليشمل الحوثيين؟ التقى الخصوم شريكا الجريمة على جسد الضحية. منذ مدة بدأت المؤشرات تؤكد أن الصراع في اليمن يشهد تطورات لافتة بعد حرب امتدت لقرابة 5 سنوات. لقاءات توزعت بين مسقط العاصمة العمانية والرياض تكشف عن مساع سعودية لترتيبات وتفاهمات مع ميليشيا الحوثي لإنتاج اتفاق مماثل لاتفاق الرياض الموقع بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة، غير أن هذا الاتفاق المحتمل يغيب حكومة هادي كليا عن المشهد. الرحلة الأخيرة لنائب وزير الدفاع خالد بن سلمان ورئيس الأركان وسفير السعودية في اليمن محمد آل جابر، والتي حملتهم إلى مسقط للقاء مسؤولين عمانيين وقيادات حوثية، حملت أيضا المباحثات إلى نقطة أكثر تقدما. بحسب مراقبين فإن الرياض تحاول العمل على تصفية ساحتها الملغمة بالانتهاكات الإنسانية وإنهاء ملف الحرب في اليمن قبيل ترأسها لمجموعة العشرين العام القادم، بالإضافة إلى السبب الرئيس من هذه التحركات وهو الخروج من حالة الاستنزاف التي تورطت بها في اليمن. الحوثيون كانوا قد أبدوا استعدادهم لوقف الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة مقابل وقف الضربات العسكرية، غير أن اللافتة في المعلومات التي حصلت عليها قناة بلقيس حول مباحثات الرياض غير المعلنة بين الحوثيين والسعودية هو مدى التقدم المحرز على طريق الاتفاق النهائي بين الجانبين. المصدر قال إن الوفد الحوثي التقى مسؤولين سعوديين في الرياض أبرزهم نائب وزير الدفاع خالد بن سلمان في 3 نوفمبر الجاري، بالإضافة إلى رئيس جهاز الاستخبارات ورئيس اللجنة الخاصة وآخرين. وبحسب المصدر فإن المباحثات أكدت استعداد المملكة لدعم الحوثيين مقابل قطع علاقتهم بطهران، وأن الجانبين اتفقا على طي صفحة الرئيس هادي والتوافق على شكل السلطة المقبلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المصدر الذي حضر جانبا من هذه اللقاءات أكد لقناة بلقيس أن الوفد الحوثي عرض التزامه بتأمين الحدود ووقف استهداف المنشآت السعودية مقابل وقف المملكة لغاراتها وإيقاف استهداف قادة الميليشيا. ورغم أنه لا تأكيد بعد على ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين، فإن ما بات بحكم المؤكد الآن هو سعي الرياض الحثيث لإخراج سلطة هادي من المعادلة نهائيا عبر اتفاقات لا ترى سوى مصلحة السعودية فقط. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الكاتب الصحفي عبد العزيز المجيدي عبر الأقمار الاصطناعية من تعز، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ عبد العزيز. مساء الأنوار، أهلا وسهلا. إذا أستاذ عبد العزيز، وفد عالي المستوى من الحوثيين يذهب إلى الرياض بقيادات يلتقي بقيادات سعودية عليا أيضا، ما الذي يطبخ في الرياض برأيك؟ الواضح أن هناك تحركات كثيرة حصلت خلال الفترة الماضية لها علاقة بالتطورات التي حصلت في إثر ضرب يعني شركة أرامكو السعودية
استطاعت إيران إلى حد كبير أن تؤذي السعودية من خلال هذه الضربة، رغم أن الحوثيين الذين تراهن السعودية على القدرة على فصلهم عن إيران تبنوا هذه الهجمات ولا زالوا مصرين على تبني هذه الهجمات حتى هذه اللحظة. بنفس الوقت هناك بعض التحرك الأحداث التي حصلت خلال الفترات الماضية ساهمت ربما في تنضيق هذه الخطوات وخلق ظروف ملائمة لمثل هذه التحركات التي تحدث الآن بشكل مباشر بين السعوديين والحوثيين. أعتقد بأن انقلاب 10 أغسطس في عدن ساهم بدرجة رئيسية وربما كان مرتبا له أيضا ليكون جزءا من الترتيبات للذهاب باتجاه ما يقال بأنه حل نهائي للأزمة في اليمن، وبالتالي التحركات أيضا على هذا الملف، ملف الأزمة التي نشبت في عدن، كانت واحدة من يعني من الخطوات التمهيدية التي أدت إلى البدء باتصالات مباشرة بين الحوثيين والسعودية. السعودية بالتأكيد لا تلعب بعيدا عن تجاربها التاريخية في اليمن، هي تحاول بقدر المستطاع أن تعيد استنساخ نفس التجارب التاريخية التي تجعلها قادرة على التواصل مع مختلف الأطراف، وأيضا محاولة ممارسة شكل من أشكال الوصاية على البلد ب يعني ترتيب وتسوية وضع لمراكز قوى ونفوذ مختلفة داخل البلد يمنع نشوء وتشكل دولة قوية في اليمن ويسمح لها بأن تكون هي المهيمنة والمسيطرة. هذا الأمر ربما كان تاريخيا حصل خلال فترات السبعينات وما بعد ثورة 26 سبتمبر، لكنه مع المتغيرات الحالية الإقليمية والدولية أعتقد بأن الأمر لن يكون لمصلحة السعودية على الإطلاق، بل إنه سيذهب باتجاه إغراق السعودية في المزيد من المشاكل والأزمات، سيما أن اللاعب المنافس للسعودية في اليمن هو إيران، وإيران أصبحت تلعب بأدوار كبيرة في المنطقة، وأيضا لها ذروع مختلفة في أكثر من مكان، وتستخدم هذه الملفات لمقايضتها بمصالح و هيمنة والحصول على شكل من أشكال النفوذ في مناطق مختلفة من البلاد. بالتالي نحن أمام حالة سيلان للأحداث، قد نشهد خلال الأيام القليلة القادمة عن ربما إعلانات لاتفاقات مبدئية ربما بين مختلف الأطراف وتحديدا بين السعودية والحوثيين. السعودية طالما قالت خلال فترات الحرب أنها ليست الطرف المسؤول عن الحرب في اليمن والحرب ليست بينها وبين الحوثيين، لكنها أخيرا أذعنت وأقرت بأن هذه الحرب يعني هي طرف رئيسي في هذا، وبالتالي الحوثيون حصلوا على مكسب سياسي كبير في هذا الجانب باعتبار أنهم يخوضون حربا مع السعودية. السعودية عملت خلال الفترة الماضية مع حليفها الإمارات على تشتيت جهد الشرعية وإضعافها، وأيضا الشرعية بنفسها أيضا من خلال أدائها الباهت والضعيف ساهمت في إنتاج هذا الحال الذي وصلنا إليه الآن، وبالتالي نحن أمام مشهد جعلنا رهن بدرجة رئيسية، رهن لهذه القوى الإقليمية وإلى أي مدى هي تريد أن تقر عملية حرب أو سلام، وبالتالي نحن فقدنا القدرة على أن نقرر ما الذي يجب أن نفعله. نعم، قناة بلقيس حصلت على أسماء الوفد الحوثي الذي ذهب إلى هناك، أبرزهم إسماعيل وزير وحسين العزي وأحمد الكحلاني، برأيك إلى أين تذهب الأمور؟ هل يمكن لنا القول أن السعودية باعت الشرعية؟ هناك نقطة جوهرية أعتقد بأنه يجب أن نأخذها في الاعتبار عندما نذهب باتجاه تحليل مآلات المشهد في اليمن، وما حدث في 21 سبتمبر وما تلاه في 21 سبتمبر 2014 وما تلاه. هذه النقطة أنا دائما ما أحاول استعادتها من الإرشيف والانطلاق منها لقراءة هذا المشهد. هذه النقطة متعلقة بما كشفه ما يعتبر شاهد عيان وهو ضابط استخبارات سعودي أنور عشقي عندما قال بشكل صريح في مقابلة موثقة مع قناة روسيا اليوم بأن هناك ثلاثة أطراف عمليا شاركت إلى حد كبير في إنتاج المشهد في اليمن بدءا من 21 سبتمبر 2014، وبالتالي هذه المساهمة أدت بالتأكيد إلى انتهاك شكل من أشكال السياسات التي
شاهدناها خلال الفترة الماضية بالتعامل مع الحرب وما آلت إليه الأمور. هذه الأطراف هو تحدث بدرجة رئيسية عن تفاهمات جرت بين الحوثيين والأمريكان بشأن ما يسمى مكافحة الإرهاب، وأن هذه التفاهمات جرت بالتأكيد قبل الانقلاب، وهذا يؤكد ما قالته وسائل إعلامية أمريكية في وقتها بأن هناك اتصالات أمريكية حوثية قبل الانقلاب. بنفس الوقت قال بأن الإمارات العربية المتحدة وطرف خليجي، بالتأكيد هو بين قوسين يتحدث عن الإمارات، دفع أموال كبيرة للحوثيين من أجل القضاء على طرف معين، وبالتالي خذلهم كما قال وما إلى ذلك. لكنه ذكر نقطة مهمة ورئيسية يمكن أن نعود عليها إليها باستمرار في التعامل مع السياسة السعودية وتحليلها، عندما قال بأن السعودية تواصلت مع عبد الملك الحوثي، وعبد الملك الحوثي أبدأ استعداده للانقلاب على إيران مقابل أن يذهب باتجاه السعودية، وهذا الأمر بالتأكيد حدث قبل 21 سبتمبر 2014. وقال أنور عشقي شخصيا بأنه طلب من عبد الملك الحوثي توقيع التعهد خطيا بهذا الالتزام بالابتعاد عن إيران، وبالتالي تم توقيع هذه الوثيقة لكنه لاحقا ربما انقلب عليهم. بالنسبة للسعودية والتحالف بشكل عام، لم تكن المشكلة بالنسبة لهذا التحالف أن الحوثيون وصالح انقلبوا على الحكومة الشرعية، بقدر ما أن المشكلة الرئيسية كانت بالنسبة لهم هو أن الحوثيين وصالح ظهروا في اليوم التالي ل 21 سبتمبر وقد أسقطوا العاصمة العربية الرابعة بيد إيران كما تحدثت إيران نفسها، وبالتالي شعرت السعودية بالمأزق الذي وقعت فيه وذهبت باتجاه ترتيبات لإطلاق عاصفة وتحالف عربي لإعادة ترتيب المشهد بالطريقة التي تناسبها بالتأكيد. وبالتأكيد كانت الإمارات تفرك أصابعها بفرح بحيث أنها استطاعت أن تغرق اليمن في مأساة وحرب وأزمة عميقة ستؤدي بالتأكيد إلى تدخلات عسكرية وحرب ستمكنها من وضع يدها على مناطق و يعني مجالات نفوذ حيوي في داخل اليمن، وبالتالي ذهب الكل بهذا الاتجاه، وذهبت الشرعية برسالة من عبد الملك من الرئيس عبد الرب منصور هادي، رسالة وحيدة لم تضع أي حد أو خطوط متعلقة بالعلاقة مع التحالف، لم تحدد ما الذي يجب على التحالف أن يفعله وما الذي يجب عليه أن لا يفعله، كانت غائبة طوال الوقت، رهنت نفسها للتحالف وسلمته مفاتيح البلد، وبالتالي ذهب التحالف لصناعة هذه المأساة التي نشاهدها منذ 5 سنوات. نعم يعني السعودية أيضا انقلبت على خلال الفترات الماضية بأنه كان نعم السعودية يعني كان انقلابها على هذه واضح في عدن أستاذ عبد العزيز، يعني بدليل الاتفاق الهزيل الذي رعته في الرياض. فهل هناك تحركات سعودية استراتيجية أيضا لترتيب مصالحها مع الحوثيين في الشمال بعد ترتيب الوضع في الجنوب وينتهي المشهد بهذه الصورة؟ المسار الذي اتخذته السعودية والإمارات في الجنوب والمناطق المحررة هو كان واضح بالتأكيد بأنها لا تسعى إلى عملية تحرير ولا استعادة شرعية، هي كانت تحاول أن توهم الشرعية بأنها تساعدها وتساندها، تمنحها بعض الأمل في من خلال بعض المساعدات والدعم البسيط والمحدود، لكنها في المقابل كانت تذهب باتجاه بناء تشكيلات وميليشيات مسلحة في كثير من المناطق التي تحررت، وبالتالي أنتجت أسباب كثيرة لتصدعات وضعف كبير في منظومة الشرعية، أدى إلى هيمنة أطراف ميليشياوية تشكلت في مناطق بالذات في المحافظات الجنوبية. هذه التشكيلات تم استخدامها بشكل مباشر في أكثر من محطة، نتذكر عمليات منع رئيس الجمهورية في بداية 2017 من الهبوط في مطار عدن والعودة إلى العاصمة المؤقتة، نتذكر أيضا عملية محاولة السيطرة على وضع اليد على جزيرة سقطرى، نتذكر أيضا المحاولة الانقلابية الأولى التي توقفت على أسوار معاشيق في يناير 2018. كل تلك العمليات كانت تتم من خلال رضا التحالف وإشرافه بالتأكيد، وكان التحالف يسعى من أجل إضعاف الشرعية وسلبه الكثير من الأوراق، وهذه الشرعية ظلت طوال الوقت أيضا تراهن على التحالف وتنتظر ماذا سيفعل وماذا سيقرر، وبالتالي وصلنا إلى المرحلة التي يقرر فيها التحالف تقويض الشرعية بشكل تام في العاصمة الثانية التي طرد منها، وتم عمليا الانقلاب في 10 أغسطس الفائت، بحيث طردت ما تبقى من يعني مؤسسات أو رموز
تتعلق بالشرعية في عدن، وهذا الأمر قيل بشكل واضح في وقتها بأن هناك عملية منظمة يقوم بها التحالف من أجل إعادة هيكلة الشرعية، وهذه العملية جاءت في سياق الحديث عن عمليات تحضير لحل نهائي في اليمن، وبالتالي هم بالتأكيد تعمدوا الوصول إلى هذه النتائج. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ عبد العزيز أن ينضم معنا المحلل السياسي عبد الوهاب الشرفي عبر الهاتف من صنعاء. مساء الخير أستاذ عبد الوهاب. مساء النور. أهلا بك أستاذ عبد الوهاب. في أي سياق تقرأ هذه اللقاءات والتفاهمات بين السعودية والحوثي؟ مساء الخير لك ولضيوفك الكرام والسادة المشاهدين الكرام. هو ربما الحديث عن وجود لقاءات حالية هو يظل محل نظر، يظل المساك لمثل هذا الحديث هو المبادرة التي كان أطلقها رئيس المجلس السياسي هنا في صنعاء، والتي دعت إلى وقف إطلاق نار وما إليه، الجميع يتذكرها، وأيضا تعليق المملكة العربية السعودية لها، لم ترفضها ولم تقبلها، وإنما تحدثت عن أنها ستراقب مدى التزام سلطة صنعاء بما أعلنت. وبالتالي من هنا فتح الحديث لأن هناك مفاوضات وصلت إلى الخبر الأخير الذي يتحدث الآن عن وجود وفد في الرياض بهدف التشاور والتفاوض، لكن هو مجرد تسريب. بالنسبة للأنباء الرسمية ليس هناك أي طرف أو رد نبأ رسميا فيما يتعلق بلقاءات أو حتى جلوس أو تواصل مباشر. أيضا صيغة الخبر المسرب تتصادم مع المنطق السياسي لحدث كهذا. من أين أخيرا الأسماء المعلن عنها لا يمكن تصور أن تكون ممثلة لطرف أنصار الله. الجميع يعرف أن أنصار الله لهم طرف مفاوض هو الذي يخوض مختلف الجولات التفاوضية، سواء ما كان منها في مسارها الأممي أو تلك التي تتم بصورة ثنائية كظهران الجنوب. جميعها يقوم بها وفد الذي يرأسه محمد عبد السلام وفد أنصار الله. وأيضا التوليفة إذا افترضنا أن هناك ظروف ما دفعت بأنصار الله أن يشكلوا وفدا مفاوضا ثانيا، الأسماء وردت فيها أسماء بعضها ليست على انسجام أساسا مع أنصار الله، ربما من سرب الخبر هو اعتمد على كون ألقابها هاشمية، وبالتالي تصور أنه يمكن أن يمر الخبر بناء على هذه الألقاب، بينما فموضوعها السياسي في الخارطة المواقف السياسية بالنسبة للشخصيات اليمنية هي ليست على انسجام مع أنصار الله، وبالتالي كيف يمكن تصور أن تكون ممثلة لهم في تفاوض مع المملكة العربية السعودية؟ هذا لا. من جهة، ومن جهة أخرى أيضا لم تصل المسائل بناء على الإرهاصات التي تمت منذ دعوة رئيس المجلس السياسي إلى المبادرة. الإرهاصات التي تمت ليست كافية لنتقبل مسألة وصول المفاوضات إلى أن تعقد في المملكة العربية السعودية نفسها. لكن المعلومات التي وصلت المعلومات التي وصلت قناة بث أستاذ عبد الوهاب يعني تقول بأن ربما هناك تقول إن السعودية عرضت على الحوثيين التخلي عن طهران وسيدعمهم السعوديين بشكل أكبر وهناك دعم مضاعف، يعني هل تتوقع يعني أن يتقبل الحوثيون مثل هذا الأمر، الانتقال من حضن إيران إلى حضن السعودية؟ المسألة لا، الطرح بهذا المنطق هو طرح ربما هو من بداية الأحداث في اليمن، تغييب الهوية اليمنية تماما في الحدث وإلقاء المحرك بالكامل أنها إيران وأن اليمنيين مجرد بائدين، بينما الأمر ليس هكذا على الإطلاق. هناك ملف واقع الآن في اليمن، هناك إشكالات متعلقة بالقدرات الصاروخية، هناك إشكالات متعلقة بحدود المملكة العربية السعودية، هناك ملفات متعلقة الآن بقضية التعويضات وقضية الضحايا المدنيين وقضية الأسرى، هناك قضايا عدة. هذه القضايا تحتاج إلى أن تدخل المملكة العربية السعودية كطرف في المفاوضات، ودخولها بحد ذاته
له حسابات خاصة بالنسبة للمملكة العربية السعودية، قد يكون أول مظهر من مظاهر خسارتها لهذه الحرب أن تكون في يعني في موضع ندي بالنسبة لأنصار الله. هي لا زالت تتمترس حتى اللحظة في خطابها وأيضا في مواقفها، لم تبرز للموقف بصفتها المملكة العربية السعودية أمام أنصار الله كند لند، وإنما لا زالت في صورة الراعي أو المساند لطرف حكومة هادي. والتخلي عن هذه الصفة له حساباته كما قلت لك بالنسبة للوضع الإقليمي للمملكة العربية السعودية ككل، وليس فقط فيما يتعلق بالملف اليمني، ستكون له تداعيات كبيرة إذا دخلت في هذا المستوى. هل وصلت المملكة العربية السعودية إلى درجة من التأزم بالشكل الذي يدفعها للقدوم على هذه الخطوة؟ حاليا ليس هناك أي مؤشرات تدل على هذا الأمر. المملكة العربية السعودية ربما هي فضلت أن تترك الملف معلقا، ملف الدعوة التي أطلقها المجلس السياسي هنا في صنعاء، على أمل أن تعيد ترتيب أوراق معينة. الجميع يعرف أنه طوال الفترة الماضية كان هناك أحداث تدور داخل الصف المحسوب مع المملكة العربية السعودية فيما بين الانتقالي وبين حكومة هادي، أيضا خروج الإمارات وما تلا ذلك من إعادة تموضع عسكري وتموضع للقوة المسلحة، وأيضا الوضع السياسي والترتيبات السياسية في الجنوب، أيضا ما يتعلق بالأمن القومي لسلطنة عمان. كل هذه المسائل ربما أنها تستنفذ الآن المساحة، يعني تستنفذ قدر كبير من المساحات السياسة السعودية تجاه الملف اليمني، وبالتالي هي تفضل تعليقها دون رفضها بهذه السرعة التي قد يكون لها تبعات لا تريدها حاليا. نعم، إذن ابقى معنا أستاذ عبد الوهاب، سأعود إليك بعد أن أشرك معنا الأستاذ عبد العزيز. أستاذ عبد المجيد عبد العزيز، ما رأيك بما طرحه الأستاذ عبد الوهاب بالعديد من النقاط التي ذكرها، ربما أبرزها أنه لا يوجد خبر رسمي عما يحدث، وأن الخبر المسرب يتصادم مع السياق السياسي للحوثيين، وأن هناك افتراض لتغييب الهوية اليمنية وجعلها يعني مجرد بيادق بيد هذه البلد أو بيد الأخرى، أيضا أن السعودية لم تصل إلى مستوى مأزوم حتى يعني لم يظهر أنها وصلت إلى مستوى مأزوم حتى تصل إلى هذا الاتفاق أو تقدم على هذه الخطوة، ما رأيك؟ عدم نشر الخبر أو تبنيه رسميا من قبل الحوثيين أو المملكة العربية السعودية لا يعني نفي أو إثبات للخبر، لكن ربما إذا أخذنا المسألة في سياقها خلال 3 أشهر الأخيرة على الأقل، فسنكتشف بأن هناك ما يؤكد بأن هناك تفاهمات واتصالات تحدث بشكل رسمي. يعني السعوديون تحدثوا وتعمدوا هذا الأمر عندما كشفوا عن وجود قناة اتصال مع الحوثيين منذ 2016، كما حدث غداة توقيع اتفاق الرياض في 5 نوفمبر الجاري. وبالتالي يعني كان هناك شكل من أشكال الإقرار الرسمي السعودي بأن هناك قناة اتصال حقيقية تحدث، وهذه قناة الاتصال طبعا ليس هناك تفاصيل ما الذي دار ومن هم المفاوضون ومن يمثل الحوثي ومتى دارت وكيف، لكن هم أطلقوها على عواهنها وتحدثوا بأن الأمر يحدث من 2016. تحدثوا يعني كان هذا التعمد بالحديث عن 2016 هو كما لو كان إشارة للربط بين لقاء الظهران الجنوب التي حدثت على خلفية محادثات الكويت والظهور بأنهم أيضا يعني كانوا بشكل دائم طوال الحرب فاتحين قنوات اتصال حتى لا يظهروا بأنهم أيضا ظهروا تحت ضغط الضربات الأخيرة وتحت ضغط الأزمة والضغوط الخارجية التي تمارس عليهم من قبل الأمريكان والبريطانيين. لكن بنفس الوقت الحوثيون حتى اللحظة لم ينفوا رسميا ما أعلن عنه السعوديون من خلال وكالة رويترز، وبنفس الوقت الكثير من المعلومات ترى اتباعا بأن هناك اتصالات ولقاءات تحدث، وهناك أيضا دخان كثير حول هذه المسألة. وأعتقد بأن زيارة الأمير خالد بن سلمان لعمان والعاصمة العمانية مسقط واللقاء الرسمي مع العمانيين، ونحن نعرف
نعرف بأن مسقط كانت مقصد رسمي طوال فترة الحرب لكل الأطراف التي تحاول أن تلعب دور في الملف اليمني، وبالتالي مسألة التفاهمات والاتصالات أعتقد بأنها حدثت وتحدث. أنا متأكد مثلا بأن هناك حوارا دار في مسقط في مارس 2019 هذا العام الجاري، ربما كان التمثيل السعودي على مستوى ضباط استخبارات وما إلى ذلك، لكنه بالتأكيد حدث لقاء مع ممثلي للحوثي في مسقط. خلال الفترة الأخيرة وتحديدا بعد قصف أرامكو وتبني الحوثيين للعملية في 21 سبتمبر، مهدي المشاط أطلق مبادرة تحدث عن وقف الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة على السعودية، وتمنى أن تحدث استجابة من السعوديين، وعلى الفور حصلت استجابة حقيقية من خلال تصريحات محمد بن سلمان الذي تحدث بأن هذه الخطوة إيجابية وأنهم يرحبون بها وأنهم يتمنون أن يكون الحل السلمي اليوم وليس غدا. وبالتالي هذه إشارات كانت تدل على وجود شكل من أشكال التفاهمات التي تحدث ربما تحت الطاولة وبعيدا عن الأنظار، لكن بنفس الوقت إذا أخذناها في سياق آخر متعلق بعملية الضغوط الدولية والمتصرفون بشأن المنطقة والذين يرسمون سياسات وأدوار والأدوار في المنطقة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والبريطانيون، فنحن بالتأكيد أمام ربما تكاد تكون حقائق ثابتة متعلقة بالتفاهمات بين الحوثيين والرياض. نائب ومساعد وزير الخارجية الأمريكي بدأ بالحديث عن وجود اتصالات أمريكية مباشرة مع الحوثيين، وأنهم أيضا ذهبوا إلى السعودية من أجل إقناعها بالبدء بمفاوضات مباشرة مع الحوثيين. بنفس الوقت مطلع هذا الشهر كان مايكل آرون السفير البريطاني في اليمن يتحدث من السعودية ويقول بأن السعودية عليها أن تذهب باتجاه حل سلمي مع الحوثيين والتفاهم مع الحوثيين، وكان يتحدث عن تاريخ من العلاقات الجيدة مع الحوثيين، وبالتأكيد كان يقصد القوى الملكية التي واجهت الجمهوريين في الستينات والسبعينات، وبالتأكيد كان يتحدث عن الحوثيين باعتبارهم امتداد لتلك القوى، وقال بأن واشتغل أيضا على الفكرة التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية تسويقها للسعودية، وأيضا هي ربما تخامر السعوديين بشكل كبير من بداية الحرب بأنه من الممكن فصل الحوثيين عن إيران، وهذا الكلام تحدث به بشكل صريح السفير البريطاني عندما قال بأنه من السهولة أيضا فصل وإبعاد الحوثيين عن إيران، وبالتالي إذا كانت العلاقات جيدة بين الحوثيين في الماضي مع السعودية فإنها ستكون وستصبح أيضا جيدة في المستقبل. بالتأكيد هذا الأمر لا يحدث لمجرد الاستهلاك الإعلامي، هو يحدث بالتأكيد ويدل على وجود تفاهمات تجري، والسياق الذي حدث خلال الثلاثة الأشهر الماضية يؤكد بأن هناك شيئا ما يطبخ ويطهى، والتقارير الدولية والصحفية خلال الفترة الماضية تتحدث بأنه سيكون بحلول نهاية هذا العام الجاري إيقاف تام للحرب في اليمن، وهذا بالتأكيد إيقاف الحرب يعني البدء بتفاوضات. نعم، اسمح لي أستاذ عبد العزيز أن أعود للأستاذ عبد الوهاب. أستاذ عبد الوهاب، يعني هل هناك نية حقيقية لدى الحوثي برأيك لإنهاء الحرب وللدخول في تفاهمات مع السعودية، تفاهمات حقيقية؟ قبل أن أجيب على سؤالك دعيني فقط أعلق على ما طرحه ضيفك الكريم. في الأخير يعني استعراض مواقف دون يعني طرح طبيعتها في محاولة لدعم وجهة النظر لا أعتقد أنا أنه مؤيد كافي. في الأخير الحديث عن ظهران الجنوب يعرف الجميع بأنها مسألة تمت دون وضع الندية فيما بين أنصار الله وبين المملكة العربية السعودية، ومن تابع هذا الاتفاق يعرف بأن المملكة العربية السعودية وضعت نفسها في وضع الراعي للاتفاق وليس وضع طرف فيه. اللقاءات التي تحدث من وقت لآخر هو أمر طبيعي يحدث حتى في حالة التكاتل لاعتبارات تفاصيل معينة، يعني تبادل أسرى، كفتح معابر، كتحييد أماكن، لكن اللقاء الذي يتم الحديث عنه الآن هي لقاءات بطبيعتها مغيرة لطبيعة الملف من ملف حرب إلى ملف سلام، وبالتالي فرق بين لا يمكن أن نستخدم نحن تلك اللقاءات التي تحدث في تفاصيل معينة لندعم قضية تغير طبيعة الملف. أيضا ما يتعلق بوجهة النظر السعودية فيما يتعلق بحضورها في الملف اليمني كطرف ندي بمقابل أنصار الله، الجميع يعرف أن المملكة العربية السعودية حتى بعد أن أطلق طرف صنعاء مبادرته ودعوته لوقف إطلاق النار
تركت الرد معلقا واتجهت باتجاه رئيس الوزراء الباكستاني وطلبت منه أن يتدخل في هذا الموضوع وأن يتوجه إلى إيران لهذا الغرض، ووجهوا بالرد الإيراني أنه لا يمكن بحث الملف اليمني في غياب الطرف المعني من الجانب اليمني. وتوقف الدور رئيس الوزراء الباكستاني عند هذه النقطة بمعنى أن المملكة العربية السعودية لا زالت تحذر جدا من قضية الحضور الندي أمام طرف صنعاء كطرف بمقابل طرف للاعتبارات التي ذكرناها سابقا. بالنسبة لطرف صنعاء في الأخير مسألة لهذه في مسألة يعني وقف إطلاق النار لا بد له أن يكون جدي إذا قوبلت المسألة مبادرته بالجدية. في الأخير لم تعد الحرب لا بالنسبة لأطراف صنعاء ولا حتى بالنسبة للمملكة العربية السعودية ذات الجدوى. الملف اليمني أصبح مفروضا على الجميع الآن أن يتم النظر فيه نظرا سياسيا، واستمرار القتال لن يكون إلا زيادة في الدمار والخراب الذي لا طائل منه. لم تعد الآلة العسكرية مجدية لا بالنسبة لأطراف صنعاء ولا بالنسبة للتحالف السعودي، وبالتالي هو طرح مبادرة، وهذه المبادرة إذا قوبلت بقبول حسن من المملكة العربية السعودية وتمت الترتيبات المطلوبة لعملية وقف إطلاق النار يرتب لدخول في مفاوضات سياسية لحل التفاصيل السياسية في الملف اليمني، أنا أتوقع بأنه سيكون هناك استجابة حقيقية من أطراف صنعاء. هذا ما أتوقعه أنا في إطار النظر إلى المستوى الذي وصل إليه الأداء العسكري والأداء السياسي في الملف اليمني خلال الخمس سنوات الماضية. إذا شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الوهاب الشرفي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. وقبل أن أعود إليك أستاذ عبد العزيز، اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا الأستاذ حسن الشهري الخبير العسكري والاستراتيجي عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير سيادة العميد. سيادة العميد هل تسمعني؟ مساء الخير سيد حسن. سنحاول التواصل بك مجددا. أعود إليك أستاذ عبد العزيز. أستاذ عبد العزيز، برأيك السعودية الآن تضبط وضعها مع الحوثي بعد أن ضبطت المسائل مع الانتقالي، هل فعلا يراد إقليميا ودوليا طي صفحة هذه وإبعادها عن المشهد؟ بالنسبة لطي صفحة هذه أعتقد بأن المسألة ليست جديدة، يعني نتذكر مبادرة كيري، وهذه المبادرة قدمت في بداية الحرب وكانت تنص بدرجة رئيسية على طي صفحة هذه. كانت أحد البنود الرئيسية للمبادرة تتحدث عن عمليات تعيين نائب للرئيس ونقل السلطة والصلاحيات لهذا النائب المتوافق عليه وتشكيل حكومة واحدة وطنية والذهاب باتجاه تسوية شاملة وما إلى ذلك. لكن هذا الأمر ليس جديدا، وبالتالي كلما أتيحت الفرصة أكثر للتحالف والأطراف الإقليمية والدولية بالتعامل مع الملف اليمني وبالتحديد التصرف بالتفاصيل اليمنية الداخلية، كلما كان هناك متاحا أكبر لهذه الأطراف أن تقرر مصير البلد. وبالتالي يعني المسألة أصبحت إلى حد كبير في متناول هذه الأطراف، سيما بعد توقيع اتفاق الرياض. اتفاق الرياض منح ما يشبه تفويضا تاما للتحالف بالتصرف بالشأن العسكري والسياسي في البلد، وبالتالي نحن أمام مرحلة أصبح فيها التحالف يقرر متى لحظة الحرب ومتى لحظة السلام. دعيني أعلق فقط على وبشكل سريع على ما قاله الشرفي عندما قال بأن الملف اليمني، الملف قال بأن الملف اليمني مفروض دوليا الآن أن ينتقل من عملية من 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 الأعمال الحربية إلى السياسة، وبالتالي يجب أن يتوقف. وهذا يؤكد ما قلناه سابقا بأن هناك ضغط دولي كبير والتوافق إقليمي على مسألة إيقاف الحرب، وهذا الأمر يحدث الآن في سياق هذه التطورات. نعم، إذا نسمح لنا أستاذ عبد العزيز. عاد إلينا سيادة العميد حسن الشهري الخبير العسكري والاستراتيجي عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير سيادة العميد.
سيادة العميد هل تسمعني؟ يبدو أن هناك إشكالية. نعم مساء الخير سيادة العميد. نعم نعتذر مشاهدينا عن هذا الخلل الفني. أعود إليك أستاذ عبد العزيز. أستاذ عبد العزيز، يعني بذهاب خالد بن سلمان اليوم في مسقط، كيف تقرأ هذه الزيارة في ظل الترتيبات الأخيرة من لقاءات وتفاهمات؟ أولا الأشياء الملموسة لزيارة نائب وزير الدفاع السعودي هي إعلان عمان يعني تأييدها لاتفاق الرياض، وتأمل أيضا وعبرت عن أملها بأن تكون مدخلا لاتفاق شامل في اليمن، وبالتأكيد هذا جزء من ثمرات الزيارة. معلوم أن عمان أيضا لديها تحفظات كثيرة على السلوك السعودي والتحالف بشكل عام في خاصرتها الغربية، وبالتالي هي تشعر بقلق كبير حيال هذا الأمر، ولديها دائما ما تعتقد بأنه مصلحة رئيسية لعمان من خلال مجال حيوي تتيحه المناطق الحدودية اليمنية الشرقية، وبالتأكيد وصول القوات السعودية والإماراتية إلى هذه المناطق بالتأكيد يقلق عمان. السعوديين ربما ذهبوا إلى عمان من أجل أخذ تأييد لاتفاق الرياض أولا، وبنفس الوقت أيضا معروف أن عمان تلعب دائما دور الوسيط في التعامل مع الملف اليمني، وكانت قناة اتصال لأكثر من طرف بين الحوثيين وبين أطراف في التحالف، سواء كانت السعودية أو كانت الولايات المتحدة الأمريكية وقوى غربية أخرى. هذا التحرك السعودي بعد توقيع اتفاق الرياض وبعد الإعلان عن قناة اتصال مع الحوثيين، وبالتأكيد أيضا مع وجود شخصيات حوثية في الرياض، المؤكد مثلا بالنسبة لي شخصيا أن شخصيتين رئيسيتين موجودتان في الرياض، وهاتين الشخصيتين ليس بالضرورة أن يكون على توأم تام مع الحوثيين، لكنهما بالتأكيد كان قناة اتصال رئيسية للحوثيين ومثلاهما في أكثر من مناسبة، زيد الداري وأمة العليم السوسوة. أمة العليم السوسوة معروف أنها كانت تلعب دور رئيسي في كقناة اتصال بين الحوثيين والأوروبيين وبعض الأطراف الغربية، وزيد الداري معروف بأنه كان يلعب دورا رئيسيا في الاتصالات بين الرئيس السابق أثناء أزمة ديسمبر وحزب الله في لبنان، وقد قال هذا في مقابلة صحفية بشكل علني. وبالتأكيد عندما يتواجد هاتين الشخصيتين في الرياض بالتأكيد فإنهما يحملان رسائل من نوع ما تتعلق بتفاهمات أو ربما مقدمات لتفاهمات، إن لم نقل بأن هناك تفاهمات تجري بالفعل. يعني هناك هذه التحركات هي تتويج لسلسلة من المساعي التي بذلت وبذلتها السعودية عبر ورئيس الوزراء الباكستاني، وهذا كان ظاهرا من خلال وسائل الإعلام خلال الفترات الماضية، بالإضافة إلى المساعي التي بذلتها عبر عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي عندما زار الرياض قبل شهرين تقريبا. نعم. وكان لافتا أن الرجل يزور الرياض للمرة الثانية خلال أقل من 4 أشهر، وقد طلب من العراق أن يلعب دورا في التواصل مع الإيرانيين وبالتأكيد التفاهم حول الملف اليمني. إذن اسمح لنا أستاذ عبد العزيز، السعوديون ربما نعم. في محاولة لعودة العميد حسن الشهري الخبير العسكري الاستراتيجي عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير سيادة العميد. أهلا وسهلا. أهلا بك ونعتذر منك لهذا الخلل الفني. سيادة العميد، كيف تقرأ هذه أو ما تم تسريبه من لقاءات وتفاهمات سعودية حوثية؟ البيئة الإعلامية مع الأسف في هذه المرحلة، بعد التحية لك ولضيوفك والمشاهدين، البيئة الإعلامية مع الأسف تقبل مثل هذا الكلام سواء كان نشازا أو حقيقة أو من حاول أن يستثمر فيه، ولكن ندرك جميعا ان الحوثي عدو لليمن قبل للسعوديه، وهو من النوع في نظري من النوع الذي لا يمكن ان يتحول الى صديق ولا يمكن حتى ان ننقل الى محايد. انا اعتقد انه السعوديه ترعى الاطراف اليمنيه السياسيين كما حدث في اتفاق الرياض، وباب السلام مشرع وهو هدف، وهناك مرجعيات ثلاث اذا التزم الحوثي في المبادره الخليجيه والاتحاد التنفيذيه و المخرجات الحوار الوطني والقرار 22/16 والذي يلزم مغادرة المدن وتسليم الأسلحة أو التشريعية،
حيها لما لا، لن يكون لإيران موطئ قدم في اليمن، وإن كان مع الأسف أحد خبرائها ومجلس خبرائها أحمد علم الهدى وهو إمام أيضا خطيب المسجد يؤكد أن العراق وسوريا ولبنان واليمن أصبحت من إيران، هذا شيء لا يمكن قبوله. نعم. لكن اسمح لي يعني سيادة العميد، يعني عن أي بيئة إعلامية تتحدث إذا كان هناك مسؤول رفيع المستوى سعودي صرح لوكالة فرانس بريس أن التواصل يتم مع الحوثيين منذ 2016، وهناك العديد من التفاهمات حدثت بين السعودية من هو المسؤول السعودي رفيع المستوى؟ الوكالة لم تصرح عن اسمه. إذا نبقى في بيئة إعلام إثارة ليس إلا والاستهلاك المحلي، وبالتالي أيضا التعليق على زيارة سمو الأمير خالد بن سلمان للسلطنة الشقيقة عمان مقابل جلالة السلطان قابوس، هذا يأتي في إطار تشاور مع دول المجلس. نعرف أنه عمان على الأقل ما رشح إعلاميا لديها بعض التوجسات من في القضية اليمنية، وبالتالي سمو الأمير خالد حمل أهم هذا الملف التوجيه من خادم الحرم الشريفين وعمل دؤوب من سمو ولي العهد، وبالتالي نجحت المملكة العربية السعودية في ردم صفوف الشعب اليمني، وأصبحت الصورة واضحة حاليا أن هناك هدف واحد وهو استعادة الشرعية لليمن وتأمين الملاحة الدولية والأمن الوطني لليمن قبل السعودية ثم السعودية والدول المجاورة. وبالتالي أنا أعتقد أنه أيضا استثمار في مثل هذا الأمر إعلاميا لا يجب أن يكون إلا عندما يكون صدر المصدر مسؤول، ليس لدينا مصدر مسؤول في المملكة العربية السعودية يظهر على وكالة إعلام أجنبية إلا هو معروف الهوية إما من وزارة الخارجية أو في الدول المالكية، وبالتالي مثل هذه الأمور تبقى ضمن بيئة الإعلام على الأسف الذي تستثمر فيها أطراف قد لا تكون نيتها صافية لا لليمن ولا المملكة العربية السعودية ولا المنطقة. نعم، يعني ألا تتوقع أن تقبل السعودية ربما بطلب الحوثي لوقف إطلاق النار، يعني المقترح الذي قدمه الحوثي بعد تفجير الذي أرامكو الذي حدث، وتذهب باتجاه تأمين حدودها عبر التحاور مع الحوثي؟ حدودنا آمنة بفضل الله سبحانه وتعالى، القوات المسلحة موجودة ولا هناك تأثير، ولو استخدمت المملكة العربية السعودية قوات المسلحة على رأي في صنعاء لا قدر الله مثل حلب، هذا ليس في قاموس السياسة السعودية، الشعب اليمني والشقيق ونعمل من أجله ومع كل الفصائل. إذا كان لدى الحوثي حاليا وعبد الملك الحوثي أمس يهدد السعودية وإسرائيل سوا في مع الأسف موقف يحتاج وقفة تأمل لتحليله وللاستهلاك ايضا الداخلي، انا اعتقد ان الحوثي انحنى العاصفه وبات يدرك حاليا ان ايران استخدمتهم لتحقيق اهدافها وتستخدم اتباعها كورقه للمزايده، ولم يترددوا عن التخلي عن الحوثي في يوم من الايام، وقد تخلوا عن شيعه العراق، ونحن نرى ان ايران هي من تقتل الشعب العراقي بالالاف وتجرحهم بعشرات الالاف في ساحات بغداد وجنوب العراق. الحوثي يبدو أنه يجب أن يعود إلى هويته اليمنية الوطنية اليمنية، وسيكون ويحاول أن يتعايش، أما ببيئته هذه فلن يكون متعايشا ولا محايدا حتى مع الشعب اليمني، بالتالي مجابهته هي الأولى. إذن شكرا جزيلا لك سيادة العميد حسن أشير الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. وفي دقيقة أستاذ عبد العزيز، إذا ما ذهبت الأمور نحو تقارب سعودي حوثي، ما هو الموقف الوطني المفترض به أن يكون من الشرعية والأحزاب والقوى السياسية والمثقفين أيضا لدق ناقوس الخطر على الجمهورية؟ عموما أي محاولة للوصول إلى حالة سلام في اليمن يجب أن يرحب بها، لكن بنفس الوقت يجب أن يكون هناك سلاما يذهب باتجاه إنشاء وبناء دولة يمنية، دولة مواطنة للجميع تنهي عملية الاستيلاء على السلاح وعلى السلطة بالقوة، وأيضا تنهي عملية الغطرسة من خلال الاستعلاء العنصري والسلالي. بنفس الوقت أيضا هذا السلام يجب أن يكون من أجل بناء دولة تقوم بعملية ممارسة سيادتها على كامل التراب اليمني، ومنع أي محاولة للتدخل من أي قوى إقليمية أو دولية
في المشهد اليمني. بالتأكيد إذا حدث مثل هذا التقارب، وتقارب تكون فيه أطراف يمنية قادرة على أن تحدد مستقبلها بيدها، وأيضا تكون قادرة على أن تضع الشروط اللازمة لبناء الدولة اليمنية القادرة على أن تكون كيان ينسق علاقات مع الجوار ومع الخارج بشكل ندي ومتكافئ، بالتأكيد اليمنيين سيكونون مع هذا الأمر. لكن الذهاب باتجاه خلق تسويات جزئية مع أطراف، وبالتالي الزق باليمنيين في حالة حرب طويلة المدى تنهكهم وتستنفذ كل قواهم، بالتأكيد ستكون هناك عملية رفض واسعة. وأعتقد بأن السلطة الشرعية عليها أن تقوم بدور مهم في هذا الأمر، وألا تواصل السير في الاتجاه الخاطئ الذي يذهب باتجاه تسليم أمور البلاد بشكل تام إلى الخارج. إذن شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي عبد العزيز المجيدي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.